السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي، مرحبا بكم. كنتمنى تكونوا دائما في الصحة والسعادة والهنا وراحة البال. اليوم إن شاء الله غادي نصوب لكم واحد الوجبة خفيفة خفيفة وزوينة في نفس الوقت، كيبغيوها الدراري بزاف، كيبغيوها الكبار ولا الصغار، اللي هي سباكيتي الفداوش مع الشامبينيون اللي هو الفطر. هذا الفطر الطبيعي الاسود كيجي زوين مع سباكيتي. بسم الله نبداو بالمقادير. عندنا واحد تقريبا نص كيلو ديال السباكيتي، كنسلقها في شويه الماء مع شويه الزيت والملح، كنطيبهاش بزاف. ملي كنسلقها كنغسلها بالماء بارد باش كيتحيد داك النشا اللي فيها باش ما كتلصقش. كنغسلها مزيان بالماء بارد وكنخليها. وعندنا البصل، شويه البصله، واحد نص بصله، بصله صغيره ولا نص ديال وحده كبيره حكيتها، مع شويه الثومه. عندنا الفطر، واحد الكميه ديال الفطر اللي هو الشامبينيون. عندنا كاس ديال الحليب، عندنا الزيت العود، الزيت البلدية، عندنا معلقة ديال الزبدة، معلقة صغيرة ديال الزبدة، عندنا واحد معلقة كبيرة ديال النشا، عندنا شوية ديال الزعتر مع ورقة موسى، ورقة الغار، عندنا الملحة والبزار. هاد السباكيتي غنصوبها بالصوص بلونش، صوص بيض، ما غنديرش فيها لا مطيشة لا والو، كتجي زوينة هائلة بزاف. بسم الله نبدأ. نعملو شوية الزيت العود في المقلاة، الكمية ديال الزيت العود كنعملو معاها هاد البصلة هي والتومة، كنشحروهم فوق البوطة. غير شويه معايا حكيتها في الحكاكه شويه غليظه دغيا كتدبال. نشحروها شويه عاد كنزيد عليه هذا الفطر. سهله توجد، ما فيهاش شي حاجه صعيبه، دغيا كتوجد. هي البصله ديالنا بدات كتدبل، نزيدو عليها شويه ديال الملح، ملحه والابزار. هاد الوصفه كنديرو فيها الملحه والابزار، كنديرو ورقة الغار هي ورقة سيدنا موسى، وشوية ديال الزعتر، تا هو النسمة ديال الزعتر كيجي متواتي مع الفطر، وكيجي زوين سباكيت، كيعطي واحد المذاق زوين. وفي نفس الوقت صحي في هاد البرد مع ورقة الغار، صحي بزاف مزيان للذات. ندخلو في الماكله، انا الزعتر ديما كندخلو في الماكله مزيان بزاف، كيسخن. كنزيدو الفطر ديالنا، كنشحرو هاد الفطر، حتى هو مهم خصنا نتناولوه وندخلوه، مرة في البيتزا، مرة هكا مع سباكيتي، مع
المعجنة الفطر ديالنا تشقر هو البصلة، واحد الريحة طلعت منه زوينة. نفس المقلات كنديرو الزبدة ديالنا، نديرو الزبدة كنديرو معاه واحد الخيط ديال الزيت، الزيت البلدية. نسرحو الزبدة، هاد الورقة ديال الغار غير شوية وكنحيدوها، هاكا تطلق النسمة ديالها وكنحيدوها. نديرو النشا، على هاد النشا كنبقى نديرو الحليب. نديرو الحليب شوية بشوية، في نفس الوقت كنحركو باش الصوص ديالنا يتحل باش ما يتعصبش. نقصبو شوية، شوية بشوية كيتحل. كنزلو معاه حتى شويه ديال الفرماج باش كيجي لينا الصوص ديالنا، باش كيجي الصوص بيشاميل كيجي معلك، كيجي معلك وكيكون فيه واحد المذاق زوين، كيجي هائل بزاف. صافي وتكون هنا الصوص ديالنا، كنزلو عليه الباكيتي ديالنا، كنزلوها كنزلو وكنستمرو في الحركة. نستمرو هاد سباكيتي مقسمنها حيت المقلة مغاديش تهزها ليا كلها، مقسمنها ماشي نص كيلو كامل، هنا ما كاملش نص كيلو، المقلة ما غتهزش ليا نص كيلو كله. الباكيتي ديالنا مزيان، ملي كنطلقوها كنحيدو هاد الورقة ديال الغار جميلة، كنزيدو الفيطر ديالنا كنزيدو مع الباكيتي. نصلبو طا شوية، نزيدو الفرماج باش كتجي لينا معلكة، نزيدو مازال شوية ديال البزار، عينينا ميزينا على حسب شوية ديال الملح. نستمرو واحد الورقة ديال الغار نحيدها، نستمرو بحال هكا. صافي الباكيتي ديالتنا واجدة، كتلقى واحد المذاق هائل بزاف. بسم الله، صافي هي واجدة نشفات. بسم الله، هيا مزيان طبق ديال التقديم.
بقى سخونه كننزلوا عليه الفرماج. نزلوا على الفرماج ثم الكل كنزيدوا عليها كتجي على هذا الشكل. ها هي الصباكيتي ديالتنا واجده. الجناب ديال السبل ديالنا، انا كندير كلشي قدامكم، ما كندير لا مونطاج لا والو. في نفس الوقت في هذه الطنجره عندي طيبت اللوبيا. الطريقه كيفاش طيبتها راه عندي بوحدها، دابا نلوحها لكم حتى هي بوحدها في الفيديو. هي طيبت اللوبيا باللحم، الطبق ديالنا كيجي على هذا الشكل. بسم الله، انا كنصوب كلشي قدامكم، ما عندي ما نخبي عليكم. هذا هو الطبق ديالنا، ها هي اللوبيا اللي طيبت مع اللحم، هذه هي الماكله ديال هذا البرد. وعندي سباكيتي مع الفطر، حتى هي كتجي زوينه. كنتمنى يعجبكم هذا الطبق، هذه الوجبات كنتمنى يعجبوكم وتجربوهم وتصيفطوا ليا في التعاليق، راه كيجيو بزاف هائلين، راه الا جربتيهم غتبقى ديما تصوبي بحال هذا الطبق. هذا احسن من هذاك اللي فيه لاصوص، بنادم كيعيا منه. هذا طبق صحي وفي نفس الوقت زوين، كنتمنى تجربوه. يلا الى اللقاء، الى الفيديو القادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.